يا شعب تونس الحليب ما فماش، فما صغار عمرهم عام وعامي راهم عندهم الأولوية للحليب. راه ولدك اللي عمره 5 سنين كيما يشرب كاس حليب ما فاتش الدنيا، راهو ياكل في الماكلة. أمان نسيبوا الصغيرات اللي عمرهم عام وعامي، وين التوعوية؟ هذه نورمالمون الدولة تخرج تعمل ومضة توعوية، ما فماش حليب نعطيه الأولوية للصغيرات، بعدها يفضل ما يسالش. مش العباد الكل عمره شحت عمره 8 و9 سنين باهي اوكي من حقه باش يشرب الحليب، لكن كي ما فماش. اما بجلوه ولا الصغير اللي عمره عام وعامين، هدايا مثلا هدايا راهو داخل في الكومنيكاسيون مع الدوله مع المواطن. كيف الدوله تخرج تعمل لك توعويه، تعمل لك ومضات توعويه في التلفزيون وفي الراديو، نسيبوا للصغيرات يرحم والديكم كذا، يولي الشعب على غالب الشعب يزم دزوا بالمهماس، ما يعرفش خم وحده الشيء هدايا هو. خم كوش كي يبدا عنده ولده. انا ما عنديش ولدي راهو صغير، عندي ولدي 10 سنين قلت عايش حبي ما فماش حليب على غالب قال لي ما يساش ماما ناكلوا نشربوا في عوده كعبيه ياغورت. يعني بالحليب كعبه ياغورت فما الياغورت موجود الياغورت، لو الياغورت مش مقطوع راه موجود الياغورت، الحليب هو اللي مش موجود فهمت علاش الله اعلم. مافيا ما فماش حليب، بالرغم نشوف الحليب قاعد يتبزع. انا مشكلتي في الدنيا نشوف الحليب يتبزع ونشوف ما فماش حليب. يا تمشي للفلاحة تعرف شو يقولك الدولة اليوم ماهيش مستعدة تقبل مني كميات الحليب اللي قاعدة تصنع. يقولك في مارس أنا الأوج متاع معناتها العطاء متاع البقر معناتها متاع الحليب، والدولة ما تقبلش مني. تمشي المصانع يقولك أنا صايي معناتها عندي اكتفاء، توا ما عندي وين نحطوا الحليب هذاك. يا فلاحة ما تحبوش تبيعوا المصانع ما تبيعوش، رجعوا لنا الحليب اللي يدور صباح دق دق السلام عليكم هز الليترة نتاعك، خلي يرجع لنا الحليب الصبة، كي نموتوا على الحليب الصبة نحن. يا خويا ما تحبش تبيع الدولة ما تبيعش، اعملوا وحيد يدوروا كي العادة كيما كان قبل وكيما تربينا، يجيب لك الحليب للدار ليترة الحليب عادي جدا موجودة في العالم كامل، يجيك حتى للدار الصباح يجيب لك دبوس الحليب نتاعك، ليترة الحليب تخرج معونك تصبوا كذا. رشعوا هنا ما يسالش، خلي الصغار اللي ما عندهمش خدمه يخدموا. يا فلاحه قول اللي ما عندوش خدمه يجي موبيلات ويدور يبيع الحليب، هاي خدمه شريفه. اما خير ولا يسرق ولا يخطف؟ التو الوعي ما عندناش، وما عندناش دوله وعي المواطن، هاكي مشكلتنا وين؟ فهمت؟ ما عندناش دوله وعي المواطن، والله انا واحده من الناس قلت والله مشروع، تو نمشي نولي مشروع. المشكله نحو البحث عن الحل. تونس اليوم منقسمين بين سياسة المقاطعة بين المظاهرات والاحتجاجات بين معناتها كل تونسي وشنو يقترح. أنت كتونسي تونسية اليوم شنو ترى الحل؟ بلي أنا مقاطعة أخي فيها فما حاجة باش تقطع حتى وضحك نحب نفهم، هو ما فماش كيفاش باش يقطعها أنا؟ أعطيني هي ما فماش، هاي مقاطعة روحها بروحها. ما نشريهاش ما نقبلش عليها بمعنى يعني. يا ودي هاي مقاطعة روحها بروحها هي فما، يا ودي هي ما فماش. نحكيو مثلا على طماطم اليوم اللي من 3700 السوم نتاعها يطلع ل 4400. طماطم الخضراء. لا طماطم حكوك. طماطم حكوك. هاي خليهم هما يستغنيو. ونحن مزاجنا ولا لازم عندنا طماطم نعصروا طماطم. الطماطم الأخضر راهو أصح وخير صحيا من الطماطم الحكوك. الطماطم الأخضر يبنن الماكلة خير. هاني كوجينية ونعرف. عليكم بالطماطم الأخضر. كعبتين طماطم الاخضر ورحيهم وطيب بيهم يجيوك ابن. هو قطع الطماطم الحكوك اوكي، اعمل حل قطع طيب بالازهر، اعمل كركب وفلاك حلو ثوم وعدي بالك، شويه مصلي شويه مقرونه زهره شويه طيب بالازهر، قطع الطماطم خليه يرجع يطيح. ما هي مشكلتهم الطماطم اخمو، مش هي تعطيني طماطم قاطعوها الطماطم ما حاجناش بيهم باش يستغني.